السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين اليوم هنلعب بروك هيفن. قصدي ايش ما نلعبش بروك هيفن اليوم؟ هنلعب هذا برنسس اوبي. ويلا نبدأ. ايوا متابعين، انا قبل ما اصور الفيديو انا كنت اشتي جربها بس المرحلة هذه الاولى بس، و قد كملت المرحلة. فهنا نبدأ اشتهار. طيب ليش ما يدولي شهار؟ يوفا بس كان عيد المرحلة. متابعين هل ما يدولي هير 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 هير؟ ماما دولة أميرة هذي؟ لا هذي ايما ماشي. انا نعيد المرحلة بس مرحلة. يلا نبدأ. ليش نبحتي هكذا؟ خطيتي غريبة عجيبة غير معقولة. يمي كنت انكا اوكي. ظن ما هيدولي شهر، يعني ما هيدولي شهر. ايش هذا حظ الاخبر؟ اوكي خلاص. شفتم بيخلوني صلاة؟ يلا شاسر هكذا. هجاد الحين وقت بس شجر الصلاة احسن لي. هجيك يزعل، وهذا اللعبة تزعل الواحد. يوم تابعين انا اني زعلتني كلكم. قد فلس هذا خلاص. ليش تخلوا معي صلعة؟ على أقل رجعوا لي الشهر الأول أحسن من أي من راحة. طيب الدولي أي حاجة، أي واحد أي واحد عادي. ما في متابعين الناس. أظل اللعبة تضبحني. كوي 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 أنا بدأت أكره. أوف بس أميرة صلعسك قولوا لي كيف. تعالوا عورا تبعي. يعني ليش ما أرضيوش على هذا؟ أرضيونا هذا. إيه هذا مش حق أميرة لو سمحتم. لا 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 أنا مرتاحة بهذا. إذا هذا أوكي هذا جميل. طيب ليش ما يرضون ليش على هذا؟ متابعين ايش هذا الحظ؟ خلاص يلا خلاص احسن من صنعاء. هذا احسن من صنعاء مع انه قبيح. اوكي اظن انه الوردي، لانه الوردي احسن لون، او البنفسجي ما اعرف. اختار بنفسجي. اوه الحمد لله ما نقدرش نغش. ماشي بنفسجي الوردي. اوه البنفسجي يس. اوكي هذه ثاني مرحلة. قصة ثالثة ورابع ما اعرف. خامس ثالثة رابع. اوكي ايش هذا اللي بيسرج؟ حاجة غريبة عجيبة. ضوء. احنا صبح ليش ضوء في العشي؟ وش هذا الحاجة أيضا؟ أوي